فوجئنا نحن مجموعة من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، وهو الإطار القيادي الأعلى للحركة، ومجموعة من إخوتنا وأخواتنا في المجلس التشريعي، فوجئنا بعدم وجود أسماءنا في كشف العضوية لهذا المؤتمر. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الإمعان في حالة الإقصاء. لقد حاولنا مراجعة جميع أطر الحركة بما فيها اللجنة المركزية لحركة فتح، وبما فيها المجلس الثوري للحركة، وكل الأطر الرقابية داخل الحركة، ولم نجد جوابا من أحد. إننا نعلن في هذا المؤتمر الصحفي رفضنا لكل مدخلات المؤتمر، وتبرؤنا من المشرفين عليه، وكذلك كل ما يخرج عن هذا المؤتمر الحفلة. وكذلك نوجه رسائلنا إلى أعضاء المؤتمر، وإلى الفتحاويين، وإلى كل الوطنيين الأشراف، أن المقصود من هذا الإجراء هو ضرب الحركة الوطنية وحرفها عن بوصلتها. لقد برروا عملية الإقصاء أن مؤتمر الحركة هو مؤتمر تمثيلي، بمعنى أن قيادات أطر الحركة ومنظماتها الشعبية ومكاتبها الحركية وأعضاء أقاليمها ومجلسها الثوري ولجنتها المركزية المنتخبين يجب أن يكونوا في هذا المؤتمر. وهنا نتساءل، لماذا تم استبعاد عدد كبير من أعضاء المجلس الثوري المنتخبين للحركة من عضوية المؤتمر؟ لماذا تم استبعاد عدد كبير من أعضاء المجلس التشريعي، علما أنهم منتخبين حركيا ومنتخبين وطنيا؟ لماذا تم استبعاد عدد كبير من أعضاء لجان الأقاليم، وهناك من استبعد من أمناء سر الأقاليم ومن رؤساء المكاتب الحركية المنتخبين وأعضاء المكاتب الحركية ورؤساء المنظمات الشعبية وأعضاء المنظمات الشعبية المنتخبين والمفوضيات، ليستبدلوا؟ بالمقابل تم الدس بمجموعة كبيرة من الأسماء لاعتبارات عائلية، مجموعات من أسر الأبناء والبنات والزوجات تم دسهم إلى هذا المؤتمر. المجموعة الكبيرة من الموظفين من مكتب الرئيس تم إدخالهم لهذا المؤتمر دون أن يكونوا يمثلوا أي إطار حركي، سواء منتخب أو غير منتخب. إخواني، ننتهز هذه الفرصة وهذا المؤتمر الصحفي لكي نوجه مجموعة رسائل. الأولى للأخوة المناضلين الذاهبين إلى المؤتمر، نقول لهم كل الاحترام والتقدير. أنتم مناضلين، وكل فلسطيني وكل فتحاوي يستحق أن يكون في مؤتمر، ويستحق أن يكون في أي تجمع يبحث مستقبل الوطن ومستقبل الحركة. لكنكم ذهبتم وتركتم نصفكم الآخر، ذهبتم وتركتم أشلاءكم حزينة على ما يجري وما سيجري بهذه الحركة. أنتم ذهبتم جسد بلا روح، لن يسمح لكم أن تقولوا كلمة واحدة خارج عن السياق، ولن يسمح لكم أن تبحثوا أي قضية من القضايا الجوهرية المطلوب بحثها في هذا المؤتمر. لن يسمح لكم أن تحاسبوا الرئيس وتقولوا له لماذا استمريت بالتنسيق الأمني، علما أن هناك قرارات إجماعية من جميع أطر الحركة بضرورة وجوب وقفه. لن يسمح لكم أن تطلبوا تقريرا ماليا حقيقيا. لن يسمح لكم أن تسألوا الرئيس لماذا قمت بقرار خارج عن القانون وفصلت عدد كبير من أبناء الحركة من وظيفتهم في السلطة الوطنية الفلسطينية. لن يسمح لكم بأن تقولوا أي كلمة من شأنها أن تعكر مزاج أو صفو الأخ السيد الرئيس رئيس الحركة. وكذلك نوجه رسالتنا إلى الفتحاويين، سواء كانوا في المؤتمر أو كانوا خارج المؤتمر. نحن خلافنا مع الأخ أبو مازن رئيس الحركة ليس خلافا شخصيا، خلافنا خلاف منهجي له علاقة باستبعاده للنظام، بتجاوزه للنظام، بتجاوزه للبرنامج السياسي للحركة، بتجاوزه لجميع تقاليد الحركة. خلافنا مع الأخ الرئيس هو خلاف منهجي. بالمقابل نحن من دعاة ومتمسكين بضرورة وجوب الالتزام بنظام الحركة. هذا هو القرار الفتحاوي النابع من الأطر، وهذا هو القرار الفلسطيني المستقل، بضرورة الالتزام ببرنامج حركة فتح وعدم الخروج عنه. مين؟ شادي بالإكسبيو.
فطر زمان عشان لو فطر مؤتمر لنسمع الجميع الصوت الحقيقي لحركة الفتح و